وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي. بعد التحية دكتورة، ماذا يعكس إدراج الجامعة الأوروبية في مملكة البحرين ضمن الجامعات الموصى بها في السعودية؟ نعم، أسعد الله مساكم كل خير. إن إدراج الجامعة الأوروبية ضمن الجامعات الموصى بها في المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي انعكاس للجهود اللي يبذلها مجلس التعليم العالي في متابعة وتطوير مخرجات مؤسسات التعليم العالي في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في هذه المخرجات. نضيف إلى ذلك أن هذا يؤدي إلى توسيع الرقعة الجغرافية للبرامج ذات الجودة التي تقدمها هذه المؤسسات لتشمل دول الجوار، ويتم عن طريق ذلك تدويل عدد أكبر من الطلبة بما يتناسب مع معايير التصنيفات الدولية. فبلا شك أن إدراج الجامعة الأوروبية يعكس استيفاء البرامج التي تقدمها الجامعة والمستضافة من جامعة لندن العريقة ذات التصنيفات العالمية المتقدمة، استيفاء ممتاز للمعايير التي تم بناء عليها إدراجها للتنسيق مع الأشقاء في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. نعم دكتورة، سبق إدراج الجامعة الأوروبية كلية فتى للضيافة أيضا ضمن الجامعات الموصى بها في السعودية، ما دلالات ذلك؟ بطبيعة الحال يعكس هذا الإدراج وغيره السمعة الجيدة لمختلف قطاعات التعليم العالي في مملكة البحرين، بما في ذلك قطاع الضيافة والسياحة لدى أشقائنا في المملكة العربية السعودية، حيث تطرح الكلية برامجها المستضافة من كلية فتل الفرنسية المعروفة والفريدة من نوعها. وقد جاء هذا الإدراج كنتيجة لحرص مجلس التعليم العالي برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم على دعم مؤسسات التعليم العالي في المملكة والتنسيق مع جميع الجهات المختلفة في الدول الشقيقة لتعزيز ثقة طلبتها في برامجنا. وهذه البرامج تمر بعملية تقييم مستمرة لمخرجاتها ومعاييرها المؤسسية وبناها التحتية ومواردها البشرية. فإذا بلا شك هذا من شأنه أن يساعد هذه المؤسسات على جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين الموهوبين من المملكة العربية السعودية، والإسهام في التبادل المعرفي في مجالات البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف لخريجي هذه المؤسسات بشكل أكبر وتحقيق التميز للكوادر الوطنية. ونحن حاليا في مجلس التعليم العالي نسعى على مواصلة التنسيق بشكل تبادلي مع أشقائنا في بقية دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة عدد الجامعات والبرامج ذات الجودة النوعية والمدرجة والموصى بها في القريب العاجل بإذن الله. بإذن الله. الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، شكرا جزيلا لك.